أولويات الدورة التشريعية الحالية يجملها لنا الدكتور عبد الحفيظ أدمينو أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط. تنعقد هذه السنة التشريعية الثانية من الولايات التشريعية التاسعة العاشرة في إطار سياق سياسي وطني وإقليمي كذلك متميز بالنظر إلى مجموعة الإكراهات التي يجب رفعها خلال السنة التشريعية. ترتبط جزء منها أولا بالمصادقة على مجموعة من القوانين التنظيمية، مشاريع القوانين التنظيمية المتبقية من الولايات السابقة، وخصوصا أربع قوانين تنظيمية، منها اثنتين يرتبطان بالثقافة الأمازيغية والمجلس الوطني للثقافة الأمازيغية، وكذلك القانون التنظيمي للإضراب الذي أيضا لا زال عليه نقاش مهم بين الحكومة وما بين الأغلبية يعني النقابات، وكذلك القانون التنظيمي المتعلق بالدفع عدم الدستوري، هذا على مستوى القوانين التنظيمية. كذلك في إطار التحديات الطبيعة التشريعية هناك مجموعة من المشاريع القانون التي يجب إصدارها مرتبطة أساسا بالحريات الأساسية وباقي هيئات الحكامة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، إضافة إلى بعض القوانين التي أيضا لها علاقة بالتزامات المغرب الدولية، وأخص بالذكر القانون الولوج إلى المعلومة. كل هذه التحديات ينضاف إليها تدبير الزمن التشريعي، فدورة أكتوبر نحن نعلم أنها تكون دائما مخصصة لمشروع قانون المالية، وبالتالي فلا بد من تدبير جيد واستثمار الإمكانات التي منحها اليوم القانون التنظيمي للمالية من خلال تقليص الزمن المخصص للبرلمان في مناقشة القوانين المالية إلى استثمار الزمن المتبقي في مناقشة والتداول حول مختلف النصوص القانونية الأخرى.